بارك يا سيد. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يدك التي لامست هامة السيد البرية من الفساد. يدك التي لامست هامة السيد البرية البرية من الفساد. تلك التي أريت نياه بها بشار ارفعها إليه من أجلنا أيها السابق بما أن لك وكذلك عيناك اللتان قد أبصرتا الروح الكلية شبه حماما. ارفعهما إليه أيها
اهتمام التسبيح ومبتديا احتفال العيد. أبنائي، نحن في لحظات حقيقة عظيمة. هاي اللحظات هي لحظات مقدسة، هي لحظات اللي فيها السماء مفتوحة. هاي اللحظات عمالنا منتهيأ وكأنه ذهننا بروح للوقت اللي كان يوحنا المعمدان، هذا القديس العظيم، قديس كنيستنا المقدسة وقديس بلادنا المقدسة، وكأن في هاي اللحظات يوحنا المعمدان معنا وكلنا معه منستنى السيد حتى يحضر، منستنى الرب والمخلص يسوع المسيح حتى يحضر، حتى يعتمد في نهر الأردن من يوحنا المعمدان وكلنا نحن حواليه. لحظات رهيبة، لحظات مقدسة. العالم كله، كل مسيحيين العالم قلوبها في هاي اللحظات متجهة نحو هذا المكان المقدس، نحو الأردن، نحو نهر الأردن، بلادنا المقدسة الحبيبة، ويوحنا المعمدان معنا، وكل القديسين والقديسات اللي مروا عبر كل العصور والأجيال طيلة 2000 سنة، 20 قرن من القديسين اللي عاشوا بهاي المنطقة، وحتى أنبياء صديقين العهد القديم اللي مروا من هاي المنطقة، الكل حاضر معنا على في حال غير منظور، ولكنهم موجودين معنا حتى يحتفلوا معنا، وحتى كلنا نحضر معمودية الرب والمخلص يسوع المسيح في نهر الأردن. لحظات مقدسة أبنائي، قديش قلبنا بسمع بهاي اللحظات، كل واحد فينا، كلام يوحنا المعمدان وهو يحكي: طوبوا قد اقترب ملكوت السماوات. صراخ التوبة وصوت التوبة بصدع أصداؤه في قلب وروح كل واحد منا، حتى نشوف حالنا نحن وين أمام هاي المحبة العظيمة للإله، إله المتجسد، الرب والمخلص يسوع المسيح اللي شفناه قبل أيام في مغارة بيت لحم، يولد في مذوذ البهائم، واليوم منشوفه آتي إلى نهر الأردن حتى يعتمد من يدي العبد. هاي اللحظات منرتل مع الكنيسة المقدسة وهي تحكي: يدك التي لامست هامة السيد البريئة من الفساد. يد يوحنا المعمدان اللي لمست هامة السيد البريئة من الفساد، تلك التي أريتنا إياه بها بإشارة الأصبع. وإنت يا يوحنا حكيت لنا إنه هاد هو الآتي مش أنا، وأنا غير مستحق أن أحل حذاء رباط حذائه،
هو اللي بيجي بهاي اللحظات حتى يعتمد، حتى يطقطق رأسه رب السماء والأرض، حتى يعلمنا ويفرجينا التواضع، كيف نكون متواضعين وكيف نقدر نتوب ونحب بعضنا البعض. نطلب ومنصلي مع يوحنا المعمدان ومنحكي له هاي إيدك ارفعها إليه من أجلنا أيها السابق، بما أن لك دالة عظيمة. هاي إيدك اللي امتدت لا يوحنا ولامست هامة السيد، هاي إيدك كمان ارفعها من أجلنا نحن أبنائنا، ارفعها من أجل وطننا الحبيب الأردن، ارفعها من أجل مليكنا، ارفعها من أجل إدامة الأمن والاستقرار على بلدنا الحبيب وعلى بلادنا المقدسة وعلى قدسنا الحبيبة. وكمان منكمل، فإنه قد شهد لك منه أنك أعظم الأنبياء كافة، وكذلك عيناك اللتين قد أبصرتا الروح الكلي قدسه نازلا شبه حمامة، ارفعها إليها أيها الصابع صانعا لنا رحمة، وهلما قف معنا. تعال معنا في هاي اللحظات، نحن غير مستحقين على اللي رح نتممه. ما تفكروا أبنائي إنه نحن غير المستحقين رح نتمم كل هاي الخدم العظيمة، ولكن الرب والمخلص يوحنا المعمدان هم رح يحضروا معنا، وهم رح يتمموا تقديس المي اللي انتوا رح تترشوا فيه، ورح يباركوا كل واحد فيكم حتى تاخذوا هاي البركة على بيوتكم، وتقدروا انه هاي السنة سنة 2020 يبقى صوت التوبة حي في قلوبنا كلنا، حتى نتعلم كيف نتوب، كيف نعود لله، كيف نتواضع، وكيف نحب بعضنا البعض. بهذا يعلم العالم أنكم تلاميذي إذا أحب بعضكم بعض. بهذا رح نكون تلاميذك يا يسوع، اللي آتي بهاي اللحظات حتى تعتمد من يوحنا في الأردن، وكلنا معك، ورح نشوف الروح القدس حاضر في هاي اللحظات، وصوت الإله الآب رح نسمعه هو يحكي لنا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. اسمعوا هذا صوت السماء، صوت إلهنا الواحد المثلث الأقانيم بيحضر. القديس غريغوريوس البلاماس بيحكي عن هاي اللحظات، زي ما صارت الخليقة لما الله خلق الإنسان في الفردوس، خلقه من العدم إلى الوجود، اشترك الإله الواحد المثلث الأقانيم. كمان في هاي اللحظات في إعادة خلق وجبلة الإنسان، الله المثلث الأقانيم يحضر لكي يعيد جبلة الإنسان، يعيد جبلتنا، يحررنا من قيود الخطية. وعشان هيك أبنائي أباء القديسين كيف بيشبهوا نهر الأردن، هذا النهر العظيم اللي موجود عندنا في أردننا الحبيب. بيحكوا نهر الأردن بخرج من نبعين بيصبوا فيه، نبعين إيار ودين. هدول النبعين بيشبهوهم أباء الكنيسة القديسين بآدم وحواء، ونهر الأردن أباء الكنيسة القديسين بيشبهوه بهاي الحياة، بحياتنا اللي هاي حياتنا نحن بابتعادنا عن الله بسبب الخطية، وصلنا لوين؟ للبحر الميت اللي فيه الموت. عشان هيك أجا يسوع ووقف هون عنا في نهر الأردن حتى يحررنا من قيود الخطية ومن ثمرة الخطية اللي استولت علينا بعد السقوط اللي هي الموت، ويهب إلنا الحياة.
زي ما خلقنا وقتها في الفردوس الإله الواحد المثلث الأقانيم كان حاضر، وبهاي اللحظات اللي فيها تثبت المعمودية المسيحية لكل أبناء الكنيسة لكل العالم، في هاي اللحظات يؤسس سر المعمودية المقدس، بحضر الإله المثلث الأقانيم، الإله الإبن معتمد في مياه نهر الأردن، الإله الآب الصوت من السحاب، هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا، والروح القدس على هيئة حمامة برفرف على المكان كله اللي نحن منتقدس فيه بهاي اللحظات. أبنائي كل هاد، نحن اليوم مش جايين رحلة ولا جايين على مكان زي أي مكان موجود في أي منطقة، سامحوني بين قوسين أسميها سياحية، لا، نحن جايين على المكان اللي موجود فيه الإله نفسه، جايين على مكان مقدس، جايين على أقدس بقعة موجودة في الكرة الأرضية، هي هون اللي فيها في هاي اللحظات رح نشوف، وكلنا مع بعض مع بعض ما نصلي صلاة تقديس المياه رح ننزل كلنا مع يوحنا المعمدان ومع النبي إيليا والقديسة مريم المصرية والقديس جراسموس الأردني وكوكبة من القديسين والقديسات اللي رح ينزلوا معنا هاي الطريق بين الأشجار، حتى من خلال هاي الأشجار نشوف يسوع آتي لنهر الأردن ونحن نحكي كلنا باعتمادك يا رب في نهر الأردن. أبنائي ربنا يأهلنا لهيك حدث عظيم ويجعلنا مستحقين ويعطينا نعمته وبركته حتى نعيشها في حياتنا. أبنائي بتمناك لكل واحد منكم اللي حضرتوا اليوم اللي عانيتوا مشاق السفر ولكنكم إجيتوا حتى تكونوا معنا مع يوحنا المعمدان مع القديسين والقديسات حتى نستقبل السيد ونحضر معموديته ونتقدس ونتبارك منها. هاي نعمته وبركته تكون معكم، تنقلوها لبيوتكم. ربنا يحمي وطننا الأردن، يحمي ملكنا، حكومتنا، جيشنا العربي، قوات الأمن وكل القائمين على حماية بلدنا الغالي الأردن. ربنا يحميهم، وهو حمايته السماوية هي تحمي بلدنا اللي جلالة سيدنا وكل الجهات المختصة بتحاول إنها تحافظ على أمنه واستقراره، ولكن قبل كل ذلك يد الله اللي هي موجودة وبتحمي بلادنا المقدسة. أبنائي ربنا يبارككم أنتوا كلكم، ربنا يعطي لكل واحد منكم ما يحتاجه لخلاص نفسه. وبهاي اللحظات كمان بقلب وصلي ما إلنا إلا نرفع صلاتنا لربنا كمان من أجل صاحب السمو الملكي الأمير غازي اللي كلنا من حبه ومنعرف قديش اهتمامه بهذا المكان المقدس لكل المسيحيين العالم. وباسم كل مسيحيي العالم نشكر جلالة ملكنا المعظم وسمو الأمير غازي. كمان أبنائي مهم نشكر كل الكوادر اللي موجودة بهذا المكان وبتحميه وبتحافظ عليه، من مدير هيئة موقع المختص لمدير الإقليم والمحافظة والمتصرف الشودة الشمالية وكل المناطق الموجودين، وزيرة السياحة، وكيل عام وزارة السياحة الموجودين معنا، سفر الدول الموجودة معنا، كمان كلهم منشكرهم لكل جهدهم اللي ببذلوه من أجل هذا المكان المقدس. ربنا يباركهم، نعمة ربنا تكون معهم. وكمان منشكر التلفزيون الأردني وكل القنوات والوسائل التواصل اللي موجودة معنا، منشكرهم لوجودهم إنهم رح ينقلوا حدث روحي لكل العالم. ربنا يباركهم. أبنائي
خلونا كلنا مع بعضنا البعض بقلب خشوعي من هاي اللحظات نسمع التراتيل ونشترك كلنا مع بعضنا بالصلاة. الآباء في نهاية الصلاة رح يمروا بناتكم حتى يرشوكم بالمي المقدسة، وبعدين خلينا كلنا مع بعض بخشوع ورع زي ما حكيت مع يوحنا المعمدان، ننزل على نهر الأردن مع بعضنا البعض حتى نستقبل السيد ونحضر معموديته المقدسة. ربنا يبارككم، كل سنة وانتم سالمين، الوطن المليك وأردننا الغالي والكل يكون بألف خير نعمة وبركة. أمين. وأبنائي ما بفوتني كمان اللي أشكر صاحب السيادة المتروبوليت فينيديكتوس أخي العزيز والحبيب على كل جهوده المبذولة، وسامحوني من تأثيري في الكلام لأن منعيش حدث عظيم ربما نسيته ولكن ما بنسى، هو أخ حبيب اللي كمان إله كان دور عظيم في بناء الدير هون، ديرنا والكنيسة تحت وكل ما عمله في هذا المكان المقدس. ربنا يعطي الصحة والقوة والبركة. وبحب كمان أنقل لكم دعوات وأدعية أبينا وبطرياركنا بطريارك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث اللي هو كمان صلاته اليوم معنا، وطلب مني أنقل أدعيته وبركته لإلكم والمجمع المقدس لكنيستنا المقدسية لبطرياركيتنا بطرياركية القدس الحبيبة اللي نحن جسم واحد وجسد واحد. ربنا يبارككم أبنائي، كل سنة وأنتم سالمين. Amen.
قراءة أولى من نبوءة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: افرحي أيتها البرية العطشة، وليبتهج القفر ويزهر كالسوس، فتزهر برار الأردن وتفرح بغابها وتبتهج، فإنها أوتيت مجد لبنان وشرف الكرمل، وشعبي ينظر مجد الرب وسمو الله. فتشددي أيتها الأيدي المسترخية والركب المخلعة، عزوا وقولوا لمتضجعي القلوب: تقووا ولا تخافوا، ها إن إلهنا يجازي بالحكم وسيجازي. إنه يأتي ويخلصنا، حينئذ تنفتح عيون العمي وآذان الصم تسمع. حينئذ يطفر الأعرج كالإيل، ويكون لسان الأبكم فصيحا. إذ قد انفجر ماء في البرية ونهر في الأرض الظامئة، فتنقلب المغارة غياضا، ويكون في الأرض العطش ينبوع ماء. هناك يكون سرورا للطيور وحظائرا للهزاز والقصب والغياض، ويكون هناك طريق نقي، فيقول له الطريق اسم مقدس، لا يعبر فيه نجس، ولا يكون هناك طريق لنجس. أما المتشتتون فيسكنون فيه ولا يضلون، ولا يكون هناك أسد ولا يصعد إليه شيء من الوحوش الشريرة، ولا يوجد هناك، بل يسير فيه المخلصون والملتئمون لأجل الرب، ويرجعون ويأتون إلى صهيون بسرور وابتهاج، ويكون على رؤوسهم سرور أبدي، فإن على رؤوسهم التسبيح والابتهاج، ويتبعهم السرور،
وينهزم عنهم الأسف والحزن والتنهد. قراءة ثانية من نبوة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: أيها العطاش هلموا إلى الماء، والذين لا فضة لهم هلموا ابتاعوا وكلوا واشربوا بغير فضة ولا ثمن خمرا ودسما. لماذا تكرمون الفضة فيما ليس للخبز؟ أفليس تعبكم لشبعكم؟ اسمعوا لي فتأكلوا الطيبات وتتنعم نفوسكم في الخيرات. اصغوا بآذانكم واتبعوا طرقي، استمعوني فتحيا نفوسكم في الخيرات. فأني أعاهدكم عهدا أبديا على مبرات داود الأمينة، ها أنا ذا جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وآمرا في الشعوب. ها إن الأمم التي لم تكن تعرفك تدعوك، والشعوب التي لم تكن تعلم بك تلجأ إليك لأجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل. فإنه مجدك، التمسوا الرب وعند وجدانكم إياه أدعوه، وحين يقترب منكم فليترك المنافق طرقه والرجل الأثيم أفكاره، وتوبوا إلى الرب فترحموا، واصرخوا إليه فإنه يكثر العفو عن خطاياكم، لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي، يقول الرب. بل كما تبعد السماء عن الأرض كذلك تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر أو الثلج من السماء ولا يرجع حتى يروي الأرض فتنشئ وتنبت وتعطي الزارع زرعا وخبزا للأكل، كذلك تكون كلمة التي متى خرجت من فمي لا ترجع إلي فارغة، حتى يتم كل ما شئت وأمهد طرقي ووصاياي. فإنكم بسرور تخرجون وبفرح تعلمون، لأن الجبال والتلال تندفع لاستقبالكم بفرح، وجميع أشجار الحقل تصفق بأغصانها، وعوض العليق ينبت السرور، وعوض القراص ينبت الآس، ويكون ذلك للرب اسما وآية أبدية لن تنقرض. قراءة ثالثة من نبوءة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: استقوا ماء من ينابيع الخلاص بابتهاج، ويقول في ذلك اليوم: سبحوا الرب، ادعوا باسمه، أخبروا في الأمم بأعماله المجيدة، اذكروا أن اسمه قد تعالى، سبحوا اسم الرب فإنه قد صنع عظائم، أخبروا بذلك في الأرض كلها، ابتهجوا وافرحوا يا ساكني صهيون، فإن قدوس إسرائيل قد تعالى في وسطها. فممن أخاف فلنصغي. الرب عاضد حياتي فممن أزى. حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. حكمة فلنصغي. يا إخوة، لا أريد أن تجهلوا أن أباءنا كلهم كانوا تحت السحابة، وكلهم جازوا في البحر، وكلهم اصطبغوا لموسى في السحاب، وفي البحر
وكلهم أكلوا طعاماً روحياً واحداً وكلهم شربوا روحية كانت تتبعهم والصخرة لكافة الشام. هللويا هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام للجميع إياكم. شريف من بشارة القديس مرقس البشير. مجدولك يا رب المجدول. فلنصغي في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن. وللوقت إذ صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة قد نزل عليه، وكان صوت من السماء قائلاً: أنت ابني الحبيب الذي به سرّم. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη, και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων απ' αυτόν, και φωνή εγένετο εκ των ουρανών: Σύ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδών.
من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وحسن ثباتك نيس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا المتروبوليت فينيديكتوس إلى الرب نطلب. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمحزونين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل أن يتقدس هذا الماء بقوة وفعل وحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن تنغرس في هذه المياه فاعلية التنقية التي للثالوث الفائق الجوهر إلى الرب نطلب. من أجل أن تمنح لها نعمة الفداء وبركة الأردن إلى الرب نطلب. من أجل أن نستنير بنور المعرفة وحسن العبادة بحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. إيه.
ومن أجل أن يصير هذا الماء موهبة للتقديس وغفرانا للخطايا لشفاء النفس والجسد ولكل منفعة إلى الرب نطلب. من أجل أن يكون هذا الماء مفيضاً للحياة الأبدية إلى الرب نطلب. كيريانا إيسون. من أجل ظهوره دافعاً لكل مكايد الأعداء المنظورين وغير المنظورين إلى الرب نطلب. من أجل الذين يستقون ويتناولون منه لتقديس المنازل إلى الرب نطلب. كيريانا إيسون. من أجل أن يكون لجميع الذين يستقون ويتناولون منه بإيمان تنقية للنفوس والأجساد إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن نكون مستحقين أن نمتلئ تقديساً إذ نتناول من هذه المياه بظهور الروح القدس بحال غير منظورة إلى الرب نطلب. كيريانا إيسون. من أجل أن يستجيب الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطاة ويرحمنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله. أخو يا مريلك كرتم زدنا إكرام وسجود أيها الأب والابن الروح القدوس ألانا كل وان وإلى داخل الداخلين. آمين. إلى الرب نطلب. يا ليسون. أيها الثالوث الفائق الجوهر الفائق الصلاح اللاهوت الكلي الاقتدار الرقيب على الكل غير المنظور غير المدرك يا مبدع الجواهر العقلية والطبائع الناطقة الصلاح الطبيعي النور الذي لا يدنى منه المنير كل إنسان آت إلى العالم أضئ لي أيضا أنا عبدك غير المستحق أنر ناظري عقلي لكي أجسر أن أسبح إحساناتك التي لا تحصى
وقدرتك التي لا تحد. ليكن ابتهالي عن هذا الشعب الواقف حسن القبول، حتى إن خطاياي لا تحول دون حلول روحك القدوس هنا. لكن اسمح لي أيها الفائق الصلاح أن أهتف إليك الآن بغير دينونة وأقول: نمجدك أيها السيد المحب البشر، الضابط الكل، والملك الذي قبل الأزل. نمجدك أيها الخالق والمبدع الكل. نمجدك يا ابناً وحيداً لله، يا من هو بغير أب من جهة أمه وبغير أم من جهة أبيك. فإننا في العيد الماضي قد رأيناك طفلاً، وأما في العيد الحاضر فنراك كاملاً يا إلهنا الكامل، الظاهر من الكامل. فاليوم قد بلغنا إلى أوان العيد، ومصاف القديسين يجتمع إلينا، والملائكة يعيدون مع البشر. اليوم نعمة الروح القدس حلت على المياه بهيئة حمامة. اليوم أشرقت الشمس التي لا تغرب، والعالم يستنير بنور الرب. اليوم القمر يتلألأ مع العالم بالأشعية الساطعة. اليوم الكواكب المضيئة تزين المسكونة ببهاء إشراقها. اليوم السحب من السماء تندي البشر بغيث العدل. اليوم غير المخلوق يقبل بإرادته وضع اليد من جبلته. اليوم النبي والسابق يتقدم إلى السيد، لكنه يقف برعدة عند مشاهدته تنازل الإله إلينا. اليوم مياه الأردن تتحول إلى أشفية بحضور الرب. اليوم ترتوي الخليقة بأسرها بالمجاري السرية. اليوم تمحى زلات البشر بمياه الأردن. اليوم فتح الفردوس للبشر وأشرقت لنا شمس العدل. اليوم الماء المر على عهد موسى يتحول للشعب إلى عذوبة بحضور الرب. اليوم أعتقنا من النوح القديم، ومثل إسرائيل جديد خلصنا. اليوم نجونا من الظلمة، وبنور معرفة الإله استنرنا. اليوم قطاب العالم يتلاشى بظهور إلهنا. اليوم الخليقة بأسلها تستضيء من العلا. اليوم الضلالة قد بطلت، وورود الرب قد صنع لنا منهجاً للخلاص. اليوم العلويون يعيدون مع السفليين، والسفليون يناجون العلويين. اليوم محفل المستقيم الرأي الشريف والعظيم الصوت يبتهج. اليوم السيد يوافي إلى المعمودية لكي يصعد البشر إلى العلاء. اليوم العالم العادم أن يكون منحنياً ينحني لعبده لكي يعتقنا من العبودية. اليوم قد ابتعنا ملكوت السماوات، فإن ملكوت الرب لا نهاية له. اليوم الأرض والبحر قد اقتسما الفرح، والعالم قد امتلأ سروراً. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت. الأردن رجع إلى الوراء لما عاين نار اللاهوت منحدراً وحالاً فيك بالجسد. الأردن رجع إلى الوراء عند مشاهدته الروح القدس بهيئة حمامة منحدراً ومرفرفاً عليك. الأردن
رجع إلى الوراء عندما رآها، عندما رأى غير المنظور منظورا والخالق متجسدا والسيد بصورة عبد. الأردن رجع إلى الوراء والجبال تهللت لمشاهدتها إلها في الجسد، والسحب أبدت صوتها متعجبة من الآتي، وهو نور من نور وإله حق من إله حق، مغرقة موت المعصية وشوقة الضلالة وعقال الجحيم، مانحا العالم المعمودية معمودية الخلاص. فكذلك أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، إذ أذيع عظائم عجائبك يشملني الخوف، فأهتف إليك بخشوع قائلا: عظيم أنت يا رب، وعجيبة أعمالك، وليس من كلام يفي بتسبيح عجائبك. المجد لك يا إلهنا المجد لك. Εργασί Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξ αρκέση προς ύμνο των θαυμασίων σου. Αλμαστού λακα ια ηλάν, αλμαστού λακ. Αδίμον أنت يا رب، وعجيبة أعمالك، وليس من كلام يفي بتسبيح عجائبك. المجد لك يا إلهنا المجد لك. لأنك بمشيئتك أبرزت جميع الأشياء من العدم إلى الوجود، وبعزتك تضبط الخليقة، وبعنايتك تسوس العالم. أنت الذي نظمت الخليقة من أربعة عناصر، وكللت دور السنة بأربعة فصول، منك ترتعد جميع القوات العقلية، إياك تسبح الشمس وإياك يمجد القمر، لك تخضع النجوم، إياك يطيع النور، منك ترتعد اللجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كالخيمة، أنت ثبتت الأرض على المياه، أنت أحطت البحر بالرمل، أنت سكبت الهواء للتنفس، إياك تخدم القوات الملائكية، لك تجهد مصاف رؤساء الملائكة، الشيروبيم الكثير العيون والسرافيم ذوو الستة الأجنحة، إذ هم ماثلون لديك وطائرون حولك، يحتجبون خوفا من مجدك الذي لا يدنى منه، لأنك وأنت إله غير محصور وأزلي وغير موصوف، أتيت إلى الأرض آخذا صورة عبد وصائرا إنسانا، لأنك أيها السيد لم تحتفل لأجل عواطفي، لم تحتمل لأجل عواطف رحمتك أن تعاين جنس البشر مقهورا من الشيطان، لكنك أتيت وخلصتنا، فنعترف بالمنة ونكرز بالرحمة ولا نخفي الإحسان. أولاد طبيعتنا أنت حررتهم، الحشا البتولي بمولدك قدسته، فكل الخليقة قد سبحتك في ظهورك، لأنك أنت إلهنا على الأرض ظهرت وبين الناس ترددت. مجال الأردن أنت قدستها، إذ أرسلت من السماء روحك الكل قدسه، وسحقت رؤوس التنانين المعششة فيها. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر، احضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. Πάρεσον δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο.
فأنت إذن أيها الملك المحب البشر احضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. آمين. امنحه نعمة الفداء وبركة الأردن، اجعله ينبوعا لعدم الفساد، موهبة للتقديس، فداء للخطايا، دافعا للأمراض، مبيدا للشياطين، غير مقترب إليه من القوات المضادة، ومملوءا قوة ملائكية، حتى إن جميع الذين يستقون ويتناولون منه يكون لهم للتنقية، لتنقية النفوس والأجساد، وللشفاء من الأهواء، لتقديس المنازل، وملائما لكل منفعة، لأنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جدد الطبيعة المتعتقة من قبل الخطيئة. أنت إلهنا الذي أغرقت الخطيئة بالماء على عهد نوح. أنت إلهنا الذي في البحر أعتقت جنس العبرانيين من عبودية فرعون على يد موسى. أنت إلهنا الذي شق الصخرة في البرية فانفجرت المياه وفاضت الأودية فأرويت شعبك العطشان. أنت إلهنا البل الذي بالماء والنار أنقذت إسرائيل من ظلالة البعل على يد إيليا. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. Αυτός δέσποτα πάρσον αγίασον το είδωρ τούτο, το πνευματί σου το Αγίο. Αμήν. فأنت إذن أيها السيد قدس هذا الماء بحلول روحك القدوس. آمين. وامنح الجميع الذين يلتمسونه والذين يدهنون به ويتناولون منه التقديس والبركة والتنقية والصحة. خلص يا رب عبدك مليكنا، خلص يا رب مليكنا وحكامنا، خلص يا رب مليكنا وحكامنا، واحفظهم تحت سترك بسلام. اخضع له كل سلطان وكل عدو ومحارب، وامنحه كل ما يطلبه للخلاص، وهبه الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس وكل الكهنة والخدام في المسيح وجميع الطغمة الكهنوتية والشعب الواقف حولنا وإخوتنا الذين تغيبوا عنا لأعذار مقبولة، وارحمهم وإيانا بحسب عظيم رحمتك، لكي يمجد اسمك الكلي قدسه مع الآب والروح القدس بالعناصر والملائكة والبشر والبرايا المنظورة وغير المنظورة الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام للجميع. لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. إلى الرب نطلب، إلى الرب نطلب يا ليسار. أمل يا رب أذنك واستجب لنا، يا من قدست المياه لما قبلت بأن تعمد في الأردن، وباركنا جميعا نحن الذين بإحناء أعناقنا نقيم دلالة على عبوديتنا، وأهلنا أن نمتلئ من تقديسك بتناولنا من هذا الماء ورشه، وليكن لنا يا رب لصحة النفس والجسد.
ψυχών και των σωμάτων ημών. Ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, στην το ανάρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ρε Λόρδον, δάχαρα της εσδαλή θέλους, λιένα σαύτα λεπτά κάδαμ, λέκα πισχέδαμ, μουσαμμιένι, γέκα μπνάν μαχβούπαν, والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح الإله μαζούλαν Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου Κύριε η της Τριάδος εφάνε ρώθη προσκυνήσεις του Γαργενήτωρος η φωνή προσε μαρτυρήσει αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το που πνεύμα εν είδη περιστεράς εβεβαίων ορών το ασφάλε το επιφάλε Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσαδόξα Πετημέτικα η αραφή να ερηλωρετούν δάρα της αγιτάνη θέλουν για να σαούτα Hey.
أبنائي. كل سنة وانتم سالمين. من أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب وإلهنا نتضرّم. حكمة فلنستقم ولنستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير. فلنصغي في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن. وللوقت إذ صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة قد نزل عليه، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب الذي به سررت. المجد لك يا رب المجد لك. لا تفتحوا لنا ندخل، لا تفتحوا لنا ندخل. باعتمادك يا رب في خلي جوا ظهرت السجدة. إن يرضاني فابتيزو منوس كيريم تيستريا ذو سيفا نيروثي بروسكينيسي تغاريني تروسي فوني بروسي مارتيريسي αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστερός ευεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και το κόσμο φώτισας δόξασι. Χρόνια πολλά Γιώργα μου να ζεις. Τη σαγδά λιθαλούθ أبت قدم لك بالشهادة سمياني إياك ابنا محبوبا وروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا
Πολυχρόνιον πίσε Κύριος ο Θεός τον μακαριότατον θεότατον και Παναγιότατον Πατέρα ημών και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κύριον, Κύριον Θεόφιλον των Τρίτων Κύριε φύλατε αυτόν εις πολλά έτη εις πολλά έτη صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا أبنائي كل سنة وانتم سالمين نعمة ربنا تكون معكم وبركة الإله المعتمد في نهر الأردن القديس يوحنا المعمدان وجميع القديسين والقديسات يحموكم كل سنة وانتم سالمين